أرنب الشرقية مع سعد الدوسري. أنا مستغرب اللي واقف قدام معرض النوع من الأثاث، لأنهم جايبين بضاعة جديدة وأثاث جديد وطاولات جديدة. لأن النوع معروف على محلهم في الدمام على شارع الأمير نايف، على شارع الأمير نايف بعد بنده، هذا هنا موقع معرض. معرض الدنيا النواع من الأثاث، كل الطاولات اللي تشوفونها هذه أشكال وموديلات مختلفة، وعندهم تفصيل حسب الطلب، وفي خصم 15% لكم يوم متابعينا الكرام حصريا، وعندهم خصم بعد غير على الطاولات، عندهم خصم 15% على غرف النوم. أول شيء بشوف الطاولات حبيبي، وين الطاولات التفصيل؟ هذه هاي تفصيل حديد مع رخام. اي نعم، على الطلب يعني اي حد عنده صوره، عنده موديل نقدر ننفذ له حسب مقاس المجلس، الصاله. اي نعم. الرخام تقدر تغير في الالوان؟ بغير في الالوان حسب الرخام. اي نعم. يعني هذه الرخاميه اللي لونها مختلف شوي تسوونها؟ نسويها اي شيء ما شاء الله. هذه مثلا هاي تسوونها بعد صح؟ اي طاوله في بالكم تبون تفصلونها، هذا رقم الجوال واضح على الشاشه، ترسلونها الصورة اللي تبونها يسوونها لكم، ترسل المقاسات ويسهرونها لكم. الرخام صناعي ولا طبيعي؟ لا طبيعي طبعا، في اسباني في ايطالي، عندنا في بعضهم بيجي من الحديد بيجي رجوله ألمنيوم صب. يعني مثل هذه؟ ايوه مثل هذه ألمنيوم مصبوب بصب. ترى الطاولة ثقيلة يعني تشوفون، يعني ماشي يمكن ثلاثة والله فقدت كسرها، يعني ثلاثة يبون يشيلونها واربعة لازم من ثقلها. يعني هذا تصنيعهم وشغلهم، عندهم استعداد يسوون مقاس اي طاوله، طبعا المجالس الكبيره للصالات يحتاجون طاولات حجم كبير، يسوونها لكم، يجون ياخذ المقاس ويعطوكم التصميم. هذا بعد نموذج اخر من ضمن الطاولات اللي تجي فيها حديد مع رخام، حتى المداخل يفصلونها لكم حسب الطلب. شو هاي بعد من شغلهم، في تصاميم كثيره. طبعا تجون المعرض افضل لكم عشان تختارون الشيء اللي يناسبكم وتشوفون الطاولات بنفسك. شوف العين ما هو مثل شوف السناب. هاي الطاولة طاولات الخدمة يفصلونها لكم، تجي تدخل داخل الطاولة تبونها رخام أو تبونها قزاز، طاولة حديد. غرف النوم عندهم موديلات مختلفة، هذا أحد الموديلات، تجي الغرفة كاملة متكاملة، دولاب، تسريحة، الكمدينات، السرير، الأريكة، عليها خصم 15%. هذا مدير من أحد الغرف الجميلة هنا عندهم في معرض دنيا النواعم في الدور الثاني، بعد في كذا موديل. شوف الدولاب هنا في الدور الثاني، في جلسات للحدائق. المديرات اللي تشوفونها هذه في أحجام مختلفة وأسعار مختلفة. يعني عندنا الطقم هذا 7 أشخاص، هنا 3 4 5 6 7، هذه 2500 ريال. الجو الحين يزين كل يوم ما شاء الله تبارك الله، والشتاء جاي، اللي بيجلس للحديقة ولا البلكونة ولا الاستراحة هذه 2500. هذه الجلسة هاي 3000 وشوية أتوقع، 3500. هذه نفس اللي هناك لكن أتوقع أنها أكبر شوي أو ديزاين يختلف، 2650 ريال، تكفي 7 أشخاص. هاي تكفي 4 أشخاص بألفين أو 1900 ريال، يعني كانت هي 2100 تقريبا، قبل نخليها لكم 1900 ريال، شامل الضريبة؟ شامل الضريبة. هاي بعد من مديرات مع التوصيل هذه؟ اي نعم. يعني اقدر ادفع اذا جبتوها للبيت؟ اي عادي ما في. عادي ها؟ اي ما في. اوكي حلو، على نفس رقم الجوال، اي استفسار الجوال اللي موجود على الشاشة. حتى مديرات الغرف تقدرون تستفسرون على رقم الجوال اللي حطيت لكم على الشاشة، هذا احد المديرات بعد هنا. هنا القسم في طاولات مستوردة، ستيل، قزاز، وفي منها رخام. هذا مش تفصيل، هذه تجي جاهزة، جات كثيرة. هاي طاولة طعام جميلة، كم كرسي؟ 8 كراسي. اللي يحبون المدلات الخشبية كم قيمتها بعد آخر شيء مرة؟ 3000 ريال، شامل الضريبة؟ شامل التوصيل. 3000 ريال. هاي تحت حديد الكراسي تمام، وهنا بعد تحت حديد وسطح خشبي. نجي للفخم، نجي للفخم الأناقة. هاي طاولة رخامية، رخامية بطن وظهر فوق وتحت، ها السطح والقاعدة تبعيتها رخام.
رخامية. والكراسي؟ كراسي خشب طبيعي مع جلد. خشب مع جلد. 10 كرسي وفي منها 8. 10 كراسي ويجي منها 8 كراسي، على كم؟ هذه العشرة كرسي 8,600 8,000، يعني نسويها للزباين 8,000 ريال. نعم. شامل الضريبة والتصفي. هالطاولة الفخمة رخامية. نجي لطاولات التلفزيون. هاي طاولات خشب مريزي، في منها مترين، في متر وثمانين، متر وستين. مثلا هذه الطاولة خشبية، هذه مترين صح؟ نعم. سعرها كم؟ 850 750. الحبايب 750. 750 الحبايب 750 ريال، مقاسها مترين. طيب في متر وثمانين على كم؟ 650. نقص 100. هي 750 نقصنا 100. اوكي. والمتر 80 او متر 60 على 650 ريال. نائب الشرقية مع سعد الدوسري.